السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من Expand Cart. معاكم ياسر من Expand Cart، وبناء على يعني الكثير من الرسائل اللي طلبت مننا إن احنا نشرح بشكل أكثر تفصيلا عن إزاي نقدر نقبل الدفع الإلكتروني على المتجر الإلكتروني بتاعنا، يعني إزاي نقدر نقبل الدفع ببطاقات الائتمان مثلا زي الماستر كارد أو الفيزا كارد، أو إزاي نقدر نقبل الدفع عن طريق الباي بال وغيره. فاحنا في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح بشكل فيه بعض التفصيل ازاي تقدر تعمل الموضوع ده. بمنتهى البساطه، القاعده العامه هي ان انت عشان تقبل الدفع الالكتروني ببطاقات الائتمان سواء كانت الفيزا او الماستر كارد او جميع انواع بطاقات الائتمان الاخرى، ويضاف الى ده برضو الباي بال والحاجات اللي زي الباي بال، بتحتاج الاول انك تفتح حساب مع بوابه دفع الكتروني. يعني ايه بوابه دفع الكتروني؟ دي بتكون شركه في بتقوم بعمل التكنولوجيا اللازمه علشان تقدر تسحب الاموال من بطاقه العميل بتاعك وتحطها في حسابك عند الشركه دي. يعني انت بتفتح حساب كانه حساب بنكي، تفتحه على بوابه الدفع الالكتروني، ولما بيتم الشراء من متجرك الاموال دي بتظهر او بتحول فورا الى حسابك عند بوابه الدفع، وتقدر تشوفها وتراجعها، وبعدين بتقدر تحولها على حسابك البنكي في بلدك، الحساب البنكي العادي بتاعك في أي بنك في أي دولة. ده بمنتهى البساطة عملية إيه؟ الدفع الإلكتروني، هي العملية بالبساطة دي. إكسباند كارد طبعًا بتوفر دمج بالعديد من بوابات الدفع الإلكتروني، وإحنا هنشوف دلوقتي إزاي بأمثلة إزاي نقدر نفعل الدفع الإلكتروني على متجرنا في إكسباند كارد، وإزاي نقدر نبدأ في إجراءات فتح الحساب مع بوابات الدفع. معظم بوابات الدفع الالكتروني بتوفر حساب فتح الحساب ده بشكل مجاني، وهنشوف دلوقتي ان الموضوع مش صعب مع معظم بوابات الدفع، وهنوصي ببعض بوابات الدفع اللي احنا شايفينها مناسبه اكتر للمبتدئين او مناسبه اكتر للعملاء من الوطن العربي بشكل عام، وده اللي احنا حرصنا عليه في اكسباند كارد. يلا بينا نشوف. زي ما اتفقنا دلوقتي هنشوف بقى بشكل عملي ازاي نقدر نقبل نفعل بقى طرق الدفع الالكتروني على المتجر الالكتروني بتاعنا في اكسباند كارد. الطريقه سهله جدا. الخطوه الاولى ان احنا بندخل على الضبط وبعدين ندخل على طرق الدفع، وهنلاقي ان اكسباند كارد بتوفر دمج بالعديد من بوابات الدفع الالكتروني. جميع بوابات الدفع الالكتروني اللي اكسباند كارد عملت معاها دمج هي بوابات دفع مؤمنه تماما، وهي من افضل بوابات الدفع العالميه، وحرصنا ان احنا نختار بوابات دفع عالميه وبوابات دفع اخرى عربيه، وجميعها وجميع البوابات الدفع دي مؤمنه تماما تماما تماما، هي من افضل البوابات تقريبا على الاطلاق. طبعا من اشهر وافضل بوابات الدفع الالكتروني على الاطلاق هي الباي بال، وعشان كده هتلاقيها حتى مفعله بشكل احيانا هتلاقيها مفعله بشكل افتراضي على المتجر بتاعك، وهي اسهل طريقه انك تفعل بيها الدفع. عشان تقبل الدفع عن طريق الباي بال، كل المطلوب انك تعمله انك بتدخل على لو كانت عندك دي، تعالوا نخليها بالوضع اللي هو اللي غالبا يعني هتشوفه في المتجر بتاعك الافتراضي عشان نشوف العمليه من اول. هتلاقيها بالشكل ده، فاحنا بنضغط على تفعيل بمنتهى البساطه، وبندخل هنا الايميل بتاع حساب الباي بال الخاص بينا، وبنخلي على وضع التجربه في البدايه. وضع التجربه ده عشان تقدر تختبر اذا كان الدمج او الربط بحسابك على الباي بال تم بشكل صحيح ولا لا، من غير ما تضطر تعمل عمليه حقيقيه. تمام، وممكن طبعا تعمله لا برضو لو انت متاكد من العمل من ان البيانات مظبوطه، هتشتغل بشكل فوري يعني. بعد كده بنسيب طريقه المعامله دي ترخيص، وبنخلي وضع اكتشاف الاخطاء ده في حالة التعطيل. هنا عندي اختيار ان انا احدد رقم معين عنده لما يكون اجمالي الطلب الرقم ده او اكتر تظهر وسيلة الدفع الباي بال كاحد وسائل الدفع المتاحة على المتجر الالكتروني بتاعي. فانا هنا اعملها واحد، فمعناها ان انا لو مثلا شغال المتجر ده العملة بتاعتي الريال فتبقى واحد ريال. بعد كده هنا بنعمل ماتش او ربط ما بين حالات الطلب عندي في المتجر وحالات الطلب اللي يعرفها الباي بال. فعلى سبيل المثال هي حاجة بسيطة جدا، احنا مثلا حالة الاتمام، يعني الطلب ده كمل في الباي بال، اسم الحالة دي حالة الاتمام، ان هو الطلب انتهى او تم يعني تنفيذه بشكل كامل. تمام، فاحنا هنا هنخليه عندنا مكتمل وهكذا.
تمام. حالة الرفض هنختار هنا حالة انه المرفوض، وهكذا نعمل كل البيانات دي بالشكل ده، وفي الاخر نعمل لها تمكين، وبكده هبقى انا كده عملت البيبال. حساب البيبال في نوعين من حسابات البيبال، في حساب الافراد الشخصي، الحساب العادي اللي كل الناس تقدر تفتحه تقريبا، ده نوع، والنوع التاني حساب الشركات. في عشان تقبل الدفع اونلاين المفروض ان يكون الحساب اللي انت تستخدمه يكون حساب شركات، ده المفروض تمام، لكن في بعض الاحيان ممكن الحساب العادي بتاعك ينفع، فدي حاجة بترجع للبيبال، لكن طبعا الافضل انك تعمل حساب شركات. حساب الشركات يعني بيحتاج ان يكون عندك اوراق لشركة في اي دولة، في الدولة اللي انت مقيم فيها، وبتدخل البيانات دي للشركة للبيبال، او الحساب العادي بتاع الافراد زي ما قلنا في احيان كتير بينفع انك تستخدم الحساب ده. طيب بعد كده بقى احنا هنا في الفيديو ده هنقول عن بوابات الدفع اللي احنا بنوصي باستخدامها تمام للعملاء. طبعا البيبال على رأسهم من افضل بوابات الدفع في الوطن العربي بقى بعد البيبال، هي البي تابس تمام، دي من افضل البوابات، وهي متاحة في العديد من الدول العربية منها السعودية مثلا على سبيل المثال، وقطر، وبعض الدول الاخرى. علشان نبدا ان احنا نفعل حسابنا على باي تابس، الموضوع ببساطه ان احنا بنضغط على الرابط ده وندخل على صفحه التسجيل، نملا البيانات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، بيانات بسيطه، الاسم المتجر الالكتروني، رقم التليفون، الايميل، والباسورد او كلمه المرور، وكلمه المرور هنا لازم تكون كلمة قوية، يعني لازم تحط كلمة مرور قوية كنوع من أنواع التأمين. وزي ما احنا شايفين هي متاحة بالعربي برضو للي يفضل انه يدخل البيانات دي بالعربي. بعد ما بتدخل البيانات دي بتبدأ في باي تابس تفتح لك حساب تجريبي عندها، وبتتواصل معاهم، وبتلاقي في الحساب ده بيانات اللي هي بريد التاجر اللي هو اسم البريد الالكتروني اللي انت سجلت بيه اللي احنا هندخلناه هنا ده، والمفتاح السري. المفتاح السري ده هتلاقيه داخل الحساب بتاعك عند باي تابس، واذا ما قدرتش توصله ممكن تتواصل مع الدعم في باي تابس عشان يساعدوك انك تقدر تعرف. بعد كده حالة الطلب دي هي الحالة الطلب اللي اول ما بيتم الدفع عايز يكون حالة الطلب ايه، فانت ممكن تخليه مثلا، انا يعني بالنسبه لي ممكن احب ان انا اخليه معلق مثلا تمام. وبعدين الاجمالي زي ما شفنا في البي بال بنحدد المبلغ، القيمه اللي لازم يكون اجمالي الطلب اكتر من القيمه دي عشان تظهر له طريقه الدفع باي تابس عند من ضمن خيارات الدفع في صفحه الشراء. وبعدين المنطقة الجغرافية ممكن تقدر كمان تحدد ان وسيلة الدفع دي تظهر للناس اللي من المناطق الفلانية بس، مش لازم تكون كل المناطق، يعني تقدر تحدد مناطق او دول معينة بحيث تتيح وسيلة الدفع دي للعملاء بتوعك من المنطقة دي. في بعد باي تابس في عندنا برضو من افضل واقوى بوابات الدفع، قد تكون افضل من باي تابس، هي باي فورد، لكن هي الـ انا بنصح بيها للشركات بشكل اساسي انها من اقوى بوابات الدفع. باي تابس بتتميز ان الحساب فتح الحساب فيها بيكون مجاني في معظم الاحيان، اما باي فورد فاحيانا بيكون في بعض المصاريف لفتح الحساب، بس انت تقدر تقارن. وانا شخصيا الاثنين بوابتين دفع ممتازين، وانت ممكن تختار البوابه اللي انت شايفها مناسبه، لكل منهم مزايا. لكن كشخص هتبدا التجاره الالكترونيه او كشخص عندك شركه مش قادر افاضل قوي ما بينهم، يعني الاثنين فعلا ممتازين، فانت اللي ممكن تاخد القرار ده بنفسك ايا كانت البوابه الدفع اللي انت هتختارها فهي مميزه، لان تقريبا الاثنين بيوفروا نفس الحاجات. من ضمن المزايا اللي بتوفرها باي تابس وباي فورد هي مثلا انك تقدر تقبل الدفع عن طريق، لو انت في السعوديه مثلا، عن طريق سداد مش بس عن طريق بطاقات الائتمان، فكمان تقدر تقبل الدفع عن طريق وسيله الدفع سداد. برضو نفس الموضوع، بتضغط على فتح الحساب على الرابط وبتتفتح لك الصفحه اللي بتدخل فيها البيانات. بس الحساب بتاع يعني طريقه التفعيل بتاع باي فورد اصعب شويه، لان في كتير من المعلومات اللي قد تكون يعني صعبه شويه اللي المفروض تدخلها. كل المعلومات دي بتوفرها لك باي فورد، يعني معرف التاجر، رمز الوصول، كل الحاجات دي بمجرد ما بتفتح الحساب باي تابس باي فورد بتتواصل معاك الفريق بتاعهم وبياخدوا منك بعض المعلومات، وبعدين يفتحوا لك الحساب التجريبي ويسالوك عن نوع الستور بتاعك، فبتعرفهم ان هو اكسباند كارت، وبتبتدي توصلهم باحد الزملاء بقى عندنا في اكسباند كارت من الدعم عشان يحصلوا على المعلومات بتاعت حسابك
ويدخلوها عندك هنا، او انت ممكن تحصل على المعلومات دي من عندهم، يعني بس تاخد سكرين شوت مثلا من الصفحه وتبعتها لهم، او تقول لهم البيانات اللي انت محتاجها وهيبعتوها لك. بتعمل امر شراء تجريبي في البدايه، وبعد كده لما بيشتغل بتعمل الحساب الحقيقي على باي فورت. الاجراءات بتطول شويه في باي فورت غير باي تابس، باي تابس هتكون اسرع. وبعد كده تيجي بوابه دفع اخرى، توتش كاوت. توتش كاوت هي بوابه امريكيه ومن افضل بوابات الدفع الالكتروني، وبتقدر عن طريقها تقبل جميع انواع بطاقات الائتمان مش بس الفيزا والماستر، وكمان تقدر عن طريقها تقبل الباي تابس، وتحمل نظام ممتاز في طريقه تحويل الاموال وسلس جدا. التوتش كاوت ميزتها عن باي تابس وباي فورت ان لو انت مش عندك شركه ممكن تقدر تنجح في فتح الحساب معه. ممكن أبأكد برضو مرة تانية، ممكن الأفضل بشكل عام أن يكون عندك شركة علشان تقدر تقبل الدفع الإلكتروني ده بشكل عام، لأن دي سياسة عامة بتتبعها كل بوابات الدفع الإلكتروني. لكن على التوتش كاوت ممكن تنجح في فتح الحساب على من غير ما يكون عندك أوراق الشركة، تمام؟ بس ده مش شيء مضمون يعني، بس ده ممكن، تمام. وهي بتتميز انها ممكن كمان تحول لك الفلوس على بطاقات البايونير لو انت بتستخدم احد البطاقات بتاعه البايونير، وبعض المزايا الاخرى. بس زي ما قلنا برضو من عيوب توتش كاوت ان ما فيهاش عربي، يعني ما فيهاش لوحه تحكم عربيه او موقع عربي او دعم بالعربي. لكن باي تابس وباي فورت هنلاقي فيهم دعم باللغه العربيه لان هما شركتين عربيتين، وبالتالي هيكون التعامل معهم ممكن يكون بالنسبه لك اسهل. فتح الحساب برضو على توتش كاوت بيكون مجاني، وبرضو نفس القصه من خلال الرابط بتدخل البيانات، وبعد ما تدخل بيانات فتح الحساب هنا بيبتدي يتفتح الحساب. ولو ضغطنا هنا على تفعيل هنلاقي ان انت مطلوب منك حاجتين، اللي هو رقم التعريفي للحساب، وده هتلاقيه اول ما بتفتح الحساب بتاعك على توتش كاوت، وبعدين بتدخل هنا الباسورد او سوري الكلمه السريه برضو بتبقى موجوده في حسابك عند توتش كاوت، وبقيه الاعدادات مشابهه جدا للي قبلها. دي بوابات الدفع الالكتروني اللي احنا بننصح او نوصي باستخدامهم بشكل اساسي. في بوابات دفع اخرى موجوده، وفي بوابات دفع مخصصه بدول معينه زي زين كاش للاخوه من العراق. بوابه الدفع زين كاش متوفره عندنا في اكسباند كارد، لو عندك حساب عند زين كاش تقدر بمنتهى السهوله تقبل الدفع عن طريق زين كاش. ده بالاضافه لوان كارد وكاش يو، برضو دي وسائل دفع اخرى للي حابب برضو يستخدمها. الفكره واحده، الفكره ببساطه عشان نلخصها هي انك بتفتح حساب عشان تقبل الدفع الالكتروني ببطاقات الائتمان او البيبال وغيره. بتفتح حساب مع بوابه دفع الكتروني، بمجرد ما بتفتح الحساب ده بتعمل تضغط تفعيل عندك في اكسباند كارت عند بوابه الدفع دي، وتاخد البيانات بتاعه الحساب المطلوبه وتدخلها عندك وتضغط حفظ، وبكده بتنتهي العمليه. بمجرد ما بيتم الموافقه على حسابك من بوابه الدفع تقدر تقبل الدفع فورا. طبعا دي اسهل طريقه تقريبا موجوده متوفره خصوصا في الوطن العربي انك تقدر تقبل بيها دفع اونلاين. الحمد لله نجحنا وربنا وفقنا في اكسباند كارت ان احنا نعمل الدمج بكل بوابات الدفع دي، وجاري كمان دمج بوابات دفع اخرى. ده دايما كل ما بنجد بوابه دفع الكتروني مميزه وتناسب الوطن العربي على طول بنروح ونعمل معاهم الدمج، ونعمل معاهم كمان بارتنرشيب او اجريمنت او اتفاق ما، بحيث نقدم بعض المزايا لعملائنا واشياء من هذا القبيل. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش لو في اي اسئله تسالونا في الكومنت، ولو انت بتشوف الفيديو ده في لوحه التحكم تقدر تسال الدعم الفني عن اي سؤال يخص الدفع الالكتروني او اي شيء اخر. بالتوفيق وشكرا، ونشوفكم فيديوهات جديده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لو الفيديو عجبك. السلام عليكم.